السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تصحيح الامتحان الوطني لعلوم الحياة والأرض، الجزء الخاص بالفيزياء النووية، التمرين الأول، عدد نقاط 2.5. الهدف وهو تحديد عمر فرشة مائية، هو الهدف من هذا التمرين. يوجد الكلور في الطبيعة في 3 نظائر: كلور سائل 35.17، كلور سائل 36.17، وأيضا كلور سائل 37.17. في المياه السطحية البحر، البحيرات، يتجدد الكلور السائل باستمرار، ويمكن اعتبار نسبته ثابتة في هذه المياه. بينما في حالة المياه الفرشات المائية تحت باطن الأرض، لا يتجدد الكلور السائل وتتناقص نسبته مع مرور الزمان. دونك المعطيات لدينا: النواة الدقيقة وكتلتها بوحدة الكتلة الذريائية، الإلكترون كلور سائل 36، والأرجون أيضا 36، أيضا ثابتة الإشعاعية لندا و U. دونك أيضا المعطيات: نواة كلور سائل 35، 36 و 37، وطاقة الرافق بالنسبة للنووية للنظائر 3. السؤال الأول: انقل على ورقة تحريرك رقم السؤال واكتب الحرف الموافق للاقتراحات الصحيحة. مكونات نواة الكلور سائل 35.17 هي A 17 بروتونا و35 نوترونا. الاختيار الأول خاطئ لأن 35 عدد النويات. بالنسبة لـ B 18 بروتونا، وأيضا خطأ لأن Z تساوي 7. الاختيار الثالث C 17 بروتونا، وأيضا 18 نوترونا. إذن أن عدد النوترونات هو 35 ناقص 17، ناقص Z تساوي N اللي هي 18. إذا الجواب C صحيح الذي يجب اختياره. بالنسبة للD 18 بروتون بينما السائل 17، فقط 17 بروتون. إذا الجواب الصحيح هو C. بالنسبة للسؤال التالي: ثانيا، حدد معللا جوابك النواة الأكثر استقرارا من بين النظائر 3 للكلور سائل 35، 36 وأيضا 37. ثالثا، كلور سائل 36 إشعاعي النشاط يعطي خلال تفتته نواة الأرجون AR 36.18. سؤال 3.1: اكتب معادلة التفتت النووي لنواة الكلور سائل 36 وتعرف على طراز هذا التفتت. سؤال 3.2: احسب بوحدة المير الطاقة المحررة EL libéré تساوي القيمة المطلقة لدلتا E خلال التفتت نواة الكلور سائل 36. رابعا، تحتوي العينة من مياه سطحية حجمها V على N0 نواة من الكلور سائل 36، بينما تحتوي عينة من مياه الفرشة المائية لها نفس الحجم V على 38% فقط من عدد نواة الكلور سائل 36 الموجودة في المياه السطحية. سؤال: حدد بوحدة سنة عمر الفرشة المائية. إذا الجواب بالنسبة للسؤال رقم 2: النواة الأكثر استقرارا هي سائل 37.17 لأن لها أكبر طاقة الرافق بالنسبة للنوية
اللي هي 8,5680 مليبار نيكليوم، بينما للسائل 16 والسائل 17 8,51 إلى آخره، أي جوج صغار من هذه القيمة. ثالثا، معادلة التفتت النووي لنواة الكلور السائل 36، دونك السائل 36 17 ينتج عنها الأرجون 36 18 زائد الدقيقة المنبعثة إكس الزيت، اعتمادا على قانوني صودي لانحفاظ عدد النويات، مكتوب 36 تساوي 36 زائد أ، وأيضا انحفاظ عدد الشحنة 17 تساوي 18 زائد زائد، بالتالي أ تساوي 0 وزد تساوي ناقص 1. نعوض إكس بإلكترون، إذا الدقيقة المنبعثة عبارة عن إلكترون، وطراز هذا التفتت هو بيتا موان، أو كما يقولوا أيضا نشاط إشعاعي بيتا موان. بالنسبة للسؤال 3.2، حساب الطاقة المحررة خلال التفتت النووي للسائل 36 بالماث. إذا نعلم أن الطاقة المحررة للجليبي تساوي القيمة المطلقة للطاقة الناتجة، وأيضا دلتا E تساوي دلتا M فوا سي مربع، حيث دلتا M هي كتلة النواتج، هي M لأر زائد M لأ ناقص كتلة متفاعلات، هي ناقص M للسائل 35 فوا سي مربع. تطبيق عددي، دونك بما أن الكتل كلهم عندنا بالوحدات الكتلة الذرية U، إذا كنعوضو بالقيم، وأيضا U كنعوضها ب 931.5 ميب بار سي كاري، إذا سي كاري مع سي كاري كنمشي، كنلقاو الطاقة المحررة بالميب. إذا دلتا أو كتكون قيمة الطاقة المحررة دائما سالبة لأن المجموعة تفقد الطاقة، بينما هنا لينيرجي ليبيري أو تساوي القيمة المطلقة لدلتا أو، لذا لأن النتيجة موجبة. بالنسبة للسؤال الرابع والأخير، تحديد عمر الفرشة المائية. إذا نعلم أن لتحديد العمر تي انطلاقا من قانون التناقص الإشعاعي أو النشاط الإشعاعي، تحديد تي أي كنوجدها تساوي ناقص لاندا ناقص واحد على لاندا عفوا، ولا لي أ دو تي على أ زيرو تساوي أيضا ناقص تي أن دومي على لان دو دو فوا. لكن حنا بما أن لدينا لاندا هو الجزء الأول من العلاقة، من خلال المعطيات لدينا عدد النواة العينة عند اللحظة تي مرة تحديدها يساوي فقط 38% من عدد النواة العينة البديهية، بالتالي إما أن تعتمد فقط على عدد النواة أو نمر إلى النشاط الإشعاعي، يكفي أن نضرب في لاندا طرفين معا فنجد أ دوت تي كتساوي 38% أ زيرو، أي أ دوت تي على أ زيرو تساوي 38%. ونعود في العلاقة السابقة، دونك لدينا تطبيق عددي، لدينا لاندا هي 2.3 ناقص 6 لان 0.38، نجد النتيجة 420,688 أون، عمر بالنسبة للفرشة المائية. بهذا كنكون نهينا هذا الجزء ديال التمرين، كنتمنى ينال الإعجاب ديالكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة كي يصلكم الجديد إن شاء الله.